طيب، في كلام كتير قوي على السوشيال ميديا بقى قائمه الاهلي المسافره الى كاس العالم للانديه. امبارح كان اليوم الاخير لتسجيل القائمه واختصار القائمه الى 23 لاعب. احنا من حوالي اسبوع كنا اتناقشنا كده مع حضراتكم على الهواء مباشره وقلنا القائمه المفروض ممكن تبقى في حدود، والمعطيات اللي ظهرت في المباريات اكيد كولر هيفكر في حراسه المرمى بالشكل كذا، خط الدفاع الخيارات اللي عنده في ظل اصابه محمود متولي ممكن تبقى كذا، لو بيفكر في وجود خط الوسط هيستنى مشاركه عمرو السوليه. وبالتالي على مدار اسبوع كنا بنتناقش مع حضراتكم بنقول لكم المعطيات للقائمه ممكن تكون بهذا الاطار وبهذا الشكل، ولكن مش عايز حد يتعامل مع الاخبار اللي بتتكتب على السوشيال ميديا وفي المواقع بخصوص القائمه، وجود محمد عبد المنعم، استبعاد متولي، دخول كريستو، خروج صلاح محسن، طالما النادي الاهلي لم يعلن القائمه بشكل رسمي اتمنى الناس ما تقعدش تتناول وتتناقش في التفاصيل اللي زي دي. ليه؟ احنا سهل علينا جدا على فكره النهارده نعمل سبق صحفي واعلامي كبير جدا ونقول القائمه بارقام اللاعبين وكولر فكر ازاي وفي الاجتماع اتقال ايه ومين يدخل ومين يخرج، سهله جدا ممكن نعمل ده، ولكن في اولويات. ايه هي الاولويات؟ مباراه شباب بلوزداد يوم الجمعه اللي جايه هي مباراه مهمه جدا، مباراه حاسمه في مشوار المجموعات. النادي الاهلي كان سهل جدا امبارح بعد الساعه 12 يعلن القائمه على الموقع الرسمي، بسيطه سهله جدا كده كده، حتى الفيفا خلال اسبوع بالكتير يعني قبل يوم الثلاث الجاي او الاربع الجاي الفيفا هينزل كل قوائم الانديه المشاركه في كاس العالم على الويب سايت على الموقع الرسمي، يعني على الثلاثة والاربع اللي جاي الفيفا هينزل كل القوائم مع انطلاق البطوله ان شاء الله باولى المباريات ما بين اوكلاند سيتي واتحاد جده السعودي. ولكن الاهلي عنده مباراه هامه جدا مع شباب بلوزداد. كولر استقر على 23 والخلاف ممكن عند الناس اللي اجتهدت ممكن في اسم او اتنين، وبعد يعني تسجيل القائمه ممكن البعض اجتهد وحاول وصل لل 23 بنسبه مثلا 90% او 100%، ولكن في اولويات. ماتش شباب بلوزداد ماتش صعب جدا، ماتش مهم جدا، النهارده عندنا تفاصيل مهمه جدا عن قائمه شباب بلوزداد اللي جايه القاهره النهارده ان شاء الله. الفريق النهارده المفروض في يعني في الجزائر سافر واستقل الطائره اللي جايه على القاهره عشان يلعبوا مباراه الاهلي يوم الجمعه في برج العرب، فعندنا تفاصيل النهارده وعندنا كلام مهم جدا كمان النهارده على فريق شباب بلوزداد. ولكن طالما الاهلي لم يعلن القائمه يبقى بالتالي التركيز اكتر على ماتش الجمعه اللي جاي، مين دخل مين خرج من القائمه. اعتقد يعني طالما في مدير فني شايف مصلحه الفريق وافضل اللعيبه اللي ممكن تكون معاه في الاسبوع اللي جاي في كاس العالم كل الدعم والمسانده ليه، كل الدعم والمسانده ليه. ولو في اسماء خرجت مش معنى الاسماء اللي خرجت دي ان الاسماء دي ممكن تمشي من الاهلي او ممكن تخرج اعاره في يناير، ده مش شرط على فكره ومش وارد،